Hello, my name is Ali. I am 13. This is a picture of my family. My mom's name is Amira. She's a teacher. Next to her is my dad. His name is Adel. He's a teacher too. Both my parents are teachers at my school. They have one daughter. She's my sister, Lamia, and she's 9 years old. And they have two sons, me and my brother, Khaled. He's 11. Our grandmother is 64, and she's called Huda. She's my mom's mother. My mom's father is our grandfather. He's called Omar. He's 65. Their daughter's called Judy. She is my mom's sister, and she's my aunt. My uncle's called Marwan. He's a doctor. Their son is called Tariq. And he's my cousin. It's his birthday today. He's 3 years old. Okay. Goodbye. Bye. Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده اديها لايك على طول، هتلاقي صورتي جنبها كلمة اشتراك لونها أحمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي البيل، الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بفيديوهات تعليمية. في حاجة مهمة جدا قبل ما تشاهد الفيديو ده لازم تعملها، لازم تراجع فيديوهات اللي احنا عاملينها زمن المضارع البسيط The Present Simple Tense. عملنا 3 فيديوهات خاصة بزمن المضارع البسيط ملهاش حل، لازم تشاهد 3 فيديوهات دي. هسيب اللينك في صندوق الوصف، وكمان هسيب لينك اللي هو بيتكلم عن الضمائر. برضو جرامر مهم جدا، لازم تشاهد الفيديوهات دي قبل ما تبدأ معايا النهاردة، خلي بالك. اوكي، في صندوق الوصف هسيب اللينكات دي. كويس، صندوق الوصف فين؟ تحت الفيديو ده او جنبه على طول كده اهو، على الجنب هتلاقي سهم كده اهو، اضغط عليه هتلاقي صندوق الوصف نزل على طول، هتلاقي اللينكات موجودة. خلاص، واللينكات طبعا او الفيديوهات موجودة في القناة. خلاص، اوكي، ان شاء الله هنعمل فيديوهات لجميع الصفوف وجميع المناهج بإذن الله. اوكي، let's get started. يلا نبدأ كده مع بعض. الصف الاول الاعدادي، unit 1 lesson 1 family and friends. family and friends. family f a m i l y f a m i l y، تحفظها كده. خلاص تحفظها كده، دخلت بقوة عمرها ما تطلع.
family and friends f r i e n d s ما بقولش friendies ما بقولش friendies بقول friends خلاص تقول ايه friends ما بقولش friends اوعى تقولها friendies اوكي جريت يلا عشان نتعلم كل حاجه ان شاء الله مع بعض عندنا كي vocabulary هنا عندنا الكلمات تعال نقراها كده مع بعض ونحفظها مع بعض بس اهم حاجة تعملها علشان انا بقول لك نصائح مهمة جدا اهم حاجة تعملها شايفين القطعة الفهم اللي احنا قريناها من شوية الباسج القطعة اللي احنا قريناها من شوية مع العروسة الحلوة جميلة دي انت تمسك بقى الكتاب مش معاك الكتاب تنزله من على النت على طول تنزله بعد ما تنزله تمسك القطعة تقراها كويس وانت بتقرا مش عارف ولا كلمه مش عارف معنى اي كلمه استخدم قاموس وايه ابحث عن المعنى ما تاخدهاش سهله مني دلوقتي لا عشان الكلمه لما تبحث عن معناها وتعرف بدائلها وتعرف مثلا ده فعل وتعرف ده اسم ولا دي صفه خلاص تعرف الحاجات دي وازاي تجيب الاسم من الفعل وتجيب المشتقات من كل كلمه دي حاجه جميله جدا خش بقى على النت واعرف الحاجات دي واعرف معناها واضغط واسمع بقى البرونسيشن صح اسمع نطق الكلمة كويس اوكي عمرك ما هتنسى الكلمة كده تحفظها بعد كده افهم معايا بقى وشوف احنا بننطقها ازاي ونقراهم مع بعض تاني خلاص ده شيء مهم جدا تحفظ الكلمات وتبحث عن المعلومة بنفسك اوكي خلاص يلا كده هون نشوف الكلمات مع بعض repeat after me متقعدش تتفرج عليا كده لا قول ورايا family family عائلة F A M I L Y F A M I L Y yes yes repeat after me friends أصدقاء لو شلت الاس تبقى friends صديق واحد لأن أي كلمة عايز أجمعها بحط لها اس في كلمات لا تخضع لهذه القاعدة بحفظها زي ما هي okay friends F R I E N D S F R I E N D طبعا ده صديق واحد friend ميل مذكر ميل مذكر ام اي ال اي طبعا ده ناون اسم خلاص فيميل اهو بقت ميل اهي يبقى كده انت حفظت فيميل اف اي ام اي ال اي فيميل مؤنث اوكي جريت درام دن 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 طبلة دي ار يو ام دي ار يو ام يس ريبيت افتر مي ما تقعدش تتفرج عليا كده لا يس قول معايا واشتغل معايا كويس تشيس تشيس حرفين السي اتش يتنطق وتش تحس في تي كده في الاول خلاص تشيس شطرنج سي اتش اي اس اس سي اتش اي اس اس تشيس شطرنج انترفيو مقابله خلاص انترفيو اي ان تي اي ار في اي اي دبليو interview ممكن معناها كفعل لان هي ممكن تشتغل كفعل verb او كاسم مقابله interview خلاص ك verb or noun voluntary work يعني عمل تطوعي الواحد لازم في المجتمع يساهم باعمال تطوعيه خلاص علشان يساعد الاخرين voluntary work عمل تطوعي اوكي band فرقة فرقة موسيقية band b a n d b a n d band فرقة موسيقية twins توأم twins توأم t w i n s t w i n s repeat after me احفظ معي father هنخش بقى على الفاميلي members أعضاء العيلة father f a t h e r f a t h e r بتساوي dad d a d okay father mother ما بقولش mother لا ما تقولش كده mother m o t h e r m o t h e r حرفين ال t h يتنطقوا يا ذ يا ث كلمات ذ وكلمات ث that تلك ذ this has ذ three ثلاثة خلاص يا زي يا ثين هي از ثين هو نحيف ثين نحيف تي اتش نطق يا ث يا ز اساسيات اللغه الانجليزيه لازم تعرف الحاجات دي براذر براذر بي ار او تي اتش اي ار بي ار او تي اتش اي ار براذر اخ سيستر اخت
sister أخت sister sister تلاتة وتلاتة تقسمها كده تحفظها على طول sister grandfather جد grandfather أولها grand grand يعني كبير okay g r a n d father f a t h e r grandmother she's my grandmother هي جدتي my ملكي صفات الملكية الفيديو بتاع صفات الملكية لازم تراجع الفيديوهات بتاعت الضمائر دي مهم جدا okay كويس خالص grandmother برضو أولها grand grand وتحط لها ايه mother son ابن ابني يبقى اقول عليه ايه son this is my son هذا ابني s o n نفخه واحده s o n daughter يعني ابنه البنت بقى بنتي اقول عليها ايه daughter she is my daughter يعني هي بنتي daughter d a u g h t e r 2 3 3 قسمها كده اهو تقسيمه غير طبيعيه d a u g h t e r تقسمها كده daughter تحفظها على طول Yeah, repeat after me. دوتش تعمل كده. ايه ده؟ ده فيديو حلو قوي. لا تعملش كده. اتفرج عليا وتابع وقول. ما تقعدش اتفرج عليا كده بس. لا. uncle. Yeah, that is my uncle. لما يقول حاجة بعيدة. اشاور على حاجة بعيدة يقول that is. حاجة قريبة اقول this is. This is a board. This is my daughter. هذه بنتي. Okay? This يعني هذا. حاجة قريبة. ذات تلك حاجة بعيدة اوكي اوكي انكل عم او خال عم او خال يو ان سي ال اي يو ان سي ال اي يو ان سي ال اي احفظها كده انكل عم او خال كويس خالص انت عم او خالة اي يو ان تي اي يو ان تي عم او خالة انت اخر حاجة بقى عندنا parents parents البي تقيلة فيها نفخ هوا تطلع هوا هتحط ورقة قدامك بح بح هتلاقي الورقة بتعمل كده البي خفيفة راسها من تحت ما تطيرش الهوا خالص بتبقى ايه عادية زي مثلا brother مفيش نفخ هوا ماشي إيه يبقى البي تقيلة لازم تاخد بالك من نطقها parents ما بقولش parentis parentis لا 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 لازم تستخدم قاموس وتبحث اسمع كل كلمة حتى لو اقول انا عارفة اقرا الكلمة دي لا برضو اسمع النطق بتاعها صح ممكن تلاقي نفسك فكرتك مختلفة خلاص دايما ما تسمعش الفكرة بتاعتك انت بس لا اسمع اراء الاخرين خلاص اسمع للناس كلها ابحث اوكي parents ما بقولش parentis p a r e n t s p a r e n t s parents والدين لو شلت منها الاس هتبقى احد الوالدين parent واحد منهم خلاص كويس خالص الاجداد الجد الاكبر اقول عليه great grandfather احفاد بقى الاحفاد يعني هم ابناء الابناء اقول عليهم great grandchildren خلاص كويس خالص تمام كده احنا عرفنا الفوكاب عندنا اكسرسايز جامد الاكسرسايزات الاسئله هي اللي بتخلي المعلومه تخش دماغي خلي بالك انا بعرفك ازاي تحل في كل الاسئله اي سؤال يجي لك في حاجات تخليك تعرف تحل اي سؤال على طول ايه اسرار الحل في اللغه الانجليزيه افتح عينيا كويس يعني ايه افتح عينيا كويس يعني اي حاجه في الجمله اخد بالي منها اخد بالي من معناها من زمانها اخد بالي من حرف اخد بالي من استفهام اخد بالي من نقطه كل ده مهم جدا خلاص اشوف اللي قبلها واللي بعدها اترجم اشوف المعنى اشوف الزمن خلاص دي حاجات مهمه جدا في اللغه الانجليزيه قبل ما تحل اوكي لازم تعملها كويس خالص choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه number 1 i plays playing is playing play the drums yes عشان كده بقول لك تراجع الفيديوهات اللي قلنا عليها هتلاقيها في صندوق الوصف مهمه جدا لازم تراجعها i'll give you time to think of the answer Yeah. ها ايه ده شبه بعض بيبقى بيلعب على الزمن لا 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 very good برافو عليكي very good برافو عليكي شبه بعض بيبقى بيلعب على الزمن اشوف اللي قبلها واللي بعدها الكلام اللي احنا بنقول عليه اي ها اي زمن مضارع بسيط تاخد اس مع السلامه تري مع العصافير
ING. لأ ING في حاجة بتحركها، في حاجة بتزغزغها زي ما احنا بنقول. ماشي ما تجيش كده ING، ما ينفعش اي تاخد از. شفت لحد الان ما حلتش الجمله، انا قاعد اهو بفكر واشتغل على كل كلمه، ما بستعجلش. اي ام نوت ان ا هاري. اي تاخد از، مع السلامه، كده الجمله اتحلت خلاص. اي بلاي ذا درامز، انا بعزف على الطبل. خلاص اي ويو وي زي ياخدوا بلاي او اي فعل في المصدر بتاعه. هي وشو ات، بحط الفعل اس زي ما المضارع بسيط. راجع الفيديوهات، ثلاث فيديوهات عملاقه لذا بريزنت سامبل تنس زمن مضارع بسيط عملاقه، هتحفظ وتفهم الزمن كويس. كويس خلاص. اوكي نمبر 2، نشتغل على الطريقه اللي احنا بنحل بيها. اي مي ماي ماين نيو لابتوب از اكسبنسيف. هقول ايه؟ عاوز اقول اللابتوب بتاعي غالي الثمن. صفات الملكيه، راجع الفيديو بتاع صفات الملكيه. ها هقول اي نيو لابتوب، مع السلامه، اطير مع السفير مش نافعه. مين نيو لابتوب؟ لا ماين، لا ما ينفعش، ما يجيش وراها حاجه تتملك، يبقى ماي نيو لابتوب. ماي نيو لابتوب يعني اللابتوب بتاعي، حاجتي الجديد. ايه طبعا غالي الثمن. كويس. نمبر 3، اتس هيز كار، نقطه فول ستوب. خلي بالك من نقطه عشان بقول لك كده لازم تاخد بالك من كل حاجه. هيز he my it's often drives it. ها it's his car، يبقى ها his often، لا مش نافع خالص. my طبعا لا، it's طبعا مش نافع. ابدا الجمله بالفاعل subject pronoun، ده بقى الفاعل. it's his car، he often drives it. he often drives it، هو دايما او غالبا ايه بيقودها. خلاص كويس. يبقى هنا هبدا الجمله بسبجكت بروناون ضمير فاعل. كويس خالص. مين يقول لي هي اوفن درايفز ات؟ الجمله دي في زمن ايه؟ ها جاوب عليا في الكومنتس، في التعليقات، وتقدر تنفيها. ها عاوز اشوف النفي بتاعها في التعليقات. اوكي يا شيء مهم جدا، اشتغل معايا، اشتغل معايا، عاوزين نشتغل. كويس. نمبر 4، ثرو ذا بول تو اي مي ماي ماين please I am waiting. ها ارمي الكره لايه؟ through the ball to I، لا مش نافع، اعطيني مع العصافير. to my، لا to mine طبعا مش نافعه، يبقى through the ball to me، ارمي الكره ليا. ده اسمه ضمير مفعول. ضمير مفعول بيجي بعد الفعل، بيقع ايه؟ بيقع عليه الفعل. يبقى ضمير مفعول بيجي بعد الفعل وبيقع عليه الفعل، يبقى through the ball to me. okay give it to me. okay and so on. ضمير مفعول، راجع الفيديوهات دي كويس قوي. I am waiting يعني انا منتظر. كويس خالص. we have finished this exercise. let's move to another exercise here. بيقول لي read and correct the underlined words، يعني صحح الكلمات اللي تحتها خط. كويس، نقرا الجمله كويس ونشوف هو بيشتغل على ايه، ونشوف الغلطة ازاي، ونحاول نصحح الخطأ. مهم جدا تركز في السؤال ده. نمبر 1، can me have my pen please. ايه ده؟ can me have my pen please، لا مش نافعة، يبقى كان ايه؟ ها يلا think of the answer. very good، برافو عليكم. can I، هل ممكن انا اخد have my pen please، يبقى can I. كده صححت ايه الجملة. اوكي can I have my pencil please and so on. في طلب هنا. number 2، do he play football on Mondays. ها think of the answer، فكر في الإجابة. pause the video، وقف الفيديو وفكر قبل ما حل. ها ايه ده؟ انت بتشوف كلمة بتاخد كلمة، بتشوف المفرد والجمع. very good، برافو عليك، كده انت بتحل صح، كده انت هتشتغل صح. بتشوف المفرد والجمع، بتشوف الزمن، بتشوف كلمة بتاخد كلمة. يبقى هنا مفرد هي متاخدش دو، يبقى اختها ايه؟ المفرد does في السؤال، يبقى does he. yes does he play football on Mondays. زمن مضارع بسيط، زمن مضارع بسيط، بسأل بيه، بستخدم في السؤال يدو يدز، دو للجمع ودز للمفرد
قلنا الكلام ده في الفيديوهات كلها الخاصة بزمن المضارع البسيط. Number three, that is Hiba. Here's cat has a long tail. ها think of the answer. فكر في الإجابة. طبعا هيرز اللي هي ضمائر الملكية ميجيش وراها حاجة تتملك، لا خلاص. هيرز ماين هيز اتس اند سو اون ميجيش وراها حاجة تتملك، لا مش هينفع معايا، يبقى هير كات على طول، اشيل اس منها. اوكي يبقى ذات از هبة هير كات، قطتها طبعا هاز ا لونج تيل. نمبر 4 My dog don't sleep here. ايه ده؟ بتقول اشوف اللي قبلها واللي بعدها، اشوف المفرد والجمع، بشوف الزمن؟ لا 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 لا، انت عديت خلاص يا ابني، برافو عليك. My dog مفرد يبقى doesn't على طول، don't للجمع معناها لا للجمع، و doesn't للمفرد، وسليب مصدر فعل خلي بالك، يبقى مش هغير فيها حاجة، يبقى doesn't my dog doesn't للمفرد. دي او اكتبها ازاي؟ doesn't دي او اي اس ان ابوستروف تي، دي او اي اس ان ابوستروف تي، بكتبها بالطريقه دي كويس خالص. We have another exercise here. Let's answer it together. تعال نحله كده مع بعض. بيقول لي supply the missing parts in the following mini dialogue. mini dialogue يعني ايه؟ محادثتين كده اهو صغيره خالص، تعال نحلها مع بعض. محادثتين صغيرين كده اهو، تعال نحلهم كده مع بعض. اول واحد نمبر 1 وائل بيكلم هاني بيقول له ايه؟ Do you like music؟ بتحب الموسيقى؟ يبقى انا عاوز له اجابه، احدد نوعيه السؤال. ايه ده السؤال مش بادئ ب دبليو اتش او هاو؟ يبقى مش هجاوب عليه بيس ونو. السؤال مش بادئ ب دبليو اتش او هاو ما جاوبش عليه بيس او نو، ما جاوبش عليه بيس او نو. اجاوب عليه حسب ما لسه فهم او فعل مساعد هنا اهو طالب مني. طبعا السؤال هنا هو جاوب عليه بيس ونو لان السؤال بادئ بفعل مساعد معناه هل. خلاص do you like music يبقى ها yes I do no I don't على طول زي ما انت عايز. اوكي okay. yes كاما من تحت I do نقطة. ممكن اقول اجابة كاملة، اجابة تاني اقول yes I like music اهو اجابة تاني yes I like music. ممكن اقول no I don't like music no I don't. اوكي okay. اجابات كتير كويس خالص. ممكن اقول sure عادي certainly بتأكيد كويس خالص. سالم ايه ده بفتح هنا كويس ده هنا في question سؤال انا حامل سؤال. الاجابة احمد بقى بيقول له we play games in the evening احنا بنلعب العاب بقى games في ال evening. حامل سؤال ازاي؟ هقرأ الاجابة كويس وترجمها. ترجمتها بيقول احنا بنلعب جيمز في المساء. يبقى هقول ايه؟ امتى بتلعب جيمز؟ يبقى ايه اللي بيطلع معايا هنا هو بره؟ in the evening مع السلامة. ما قلتهاش في السؤال بتاعي، انا بكون سؤال. السؤال هنا هو عندي جملة عادية ما فيش قبلها yes و no، يبقى هبدأ بقى الاستفهام. متى؟ متى يعني ايه؟ بفكر، شغال بفكر يعني وين؟ شغال بفكر اهو. وين؟ انا بكون سؤال. ايه ده السؤال ليه قاعده؟ السؤال ليه قاعده طبعا. ايه القاعده بتاعته؟ اداه استفهام بيجي وراها فعل مساعد فاعل فاعل، فعل مساعد فاعل فاعل. طب ماشي ابص على الجمله، لحد الان ما حلتش السؤال اهو. ابص على الجمله في فعل مساعد؟ ايه ده في ام؟ مفيش. في از؟ في ار؟ في واز؟ في وير؟ في كان؟ في كود؟ في ماست؟ في شود؟ مفيش فعل مساعد. اعمل ايه؟ ابص على الجمله، ابص على الفعل. مفيش فعل مساعد، هجيب من بره يا دو يا داز يا ديد. طب هجيب دو ولا داز ولا ديد؟ ابص على الجمله، ابص على الفعل. بلاي ما فيهاش اس، يبقى داز مع السلامه طلعت بره مش نافعه معايا، لان الفاعل جمع وداز ما فيها وبلاي ما فيهاش اس. والفعل هنا كمان ايه ده؟ ده في المضارع مش في الماضي، يعني ديد تطلع بره مش نافعه بتاعت الماضي، يبقى ما فيش غيره دو. يبقى وين دو؟ عرفت جبت دو ازاي؟ بصيت على الجمله كويس وجبت الفعل المساعد according to the verb. هنا هو الفعل اهو في المصدر، يبقى جبته على طول. ارجع واحد لان فعل مساعد فاعل، ارجع واحد يبقى وي تتحول لايه؟ يو. يبقى when do you اكتب الجمله عادي خالص play games
خلاص. When do you play games? We play games in the evening. إحنا بنلعب إيه ألعاب في المساء. أتمنى يكون الفيديو عجبك النهاردة من تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي جنبها الناحية التانية كلمة اشتراك لونها أحمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناه ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بالفيديوهات التعليمية. وانتظروني في فيديوهات جاية كتير من تعلم الانجليزية مع مستر محمد سعد. جود باي، مع السلامة.